طبعا اكيد حضراتكم تابعتونا على مدار الايام الماضيه، على مدار اسبوعين كنا بنكلم حضراتكم على هذه الحادثه حقيقه التي افزعت المصريين حول السفينه المصريه التي انفجرت قباله سواحل تركيا، وفقدنا فيها القبطان وفقدنا فيها ايضا احد المهندسين. الحقيقه لا تزال حتى الان الاثار كثيره في هذا الموضوع. كان في اخر مره الاسبوع اللي فات قلت لحضراتكم لا يزال الآن قبطان السفينة في تعداد المفقودين. نفسنا نعرف هو إيه الجهود التي بذلت من السلطات المصرية، من الخارجية المصرية، من السفارة المصرية، من أجل البحث عن هذا القبطان ابن مصر الحقيقي، الروح المصر الغالية. الحقيقة هذا الانفجار وشفنا 14 مصري تعرضوا فيه لهذه الأزمات الكبيرة، وطبعا الانفجار احنا تابعناه كثيرا، هي حضراتكم مزيد من الايضاح حول مصير القبطان المصري وهذا المصير الغامض حتى الان. وخلونا حضراتكم الحقيقه نشوف يا ترى القبطان حسام احمد ثابت، وهو ابن من ابناء الصعيد وتحديدا قريه بني شقير في منفلوط في اسيوط. طبعا هو مواليد 1984. هنعرف الآن عبر شقيقه، والآن الذي معنا الآن في هذه المداخلة هنعرف التفاصيل، بس عايزين الأول نضع حضراتكم ونذكركم بهذا الحادث الذي مر عليه أسبوعين من يوم 25 ديسمبر 2022 عشان تعرفوا ماذا جرى وما هو حاصل الآن. في 25 من ديسمبر عام 2022 حادثة أليمة في البحر الأسود، حيث تتعرض سفينة شحن للانفجار بالقرب من السواحل التركية، والتي كان على متنها 17 شخصا منهم 14 مصريا وجورجي وأوكراني وألباني. روايات متعددة صدرت عن الواقعة، فيما تمكن 16 شخصا منهم من النجاة، وتوفي لاحقا مهندس بحري محمد رمضان، بينما ما زال قبطان السفينة حسام أحمد ثابت ما زال مفقودا دون أنباء عنه، فيما تتواصل استغاثات أسرته للمساعدة في تحديد مصيره. أهلا وسهلا بحضراتكم، ومرة أخرى معنا عبر الهاتف واحد من المصريين اللي عانوا بسبب هذا الحادث. احنا معانا أخو القبطان المختفي الأستاذ محمد. الأستاذ محمد ثابت مساء الخير. السلام عليكم أستاذ محمد. طبعا أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، يعني ربنا يكون في عونك وفي عون الأسرة الكريمة، وبنشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا في الشارع المصري. وخليني اقول لك او اسالك ايه سبب الحادث اصلا؟ انا حضرتك هشر في الاول اشكركم واشكر الاستاذ ايمن نور ان اداني اتاح ان انا اخش معكم. هي حادثه كانت سفينه طالعه من رومانيا راحت تركيا، حصل انفجار كان يوم 20، ومن يوم 20 احنا ما نعرفش حاجه لغايه دلوقتي. انا اضطريت اجي من مصر عشان يعني محدش مديني، يعني محدش فيدني بحاجه خالص، فاضطريت ان انا اجي من مصر عشان ادور انا اشوف وصلوا لغايه فين. برضو ما في جديد. طب استاذ محمد، يعني عايز اسالك الان، انت بتقول لنا ان الحقيقه الحادث من يوم 20، فيما ان كل الصحافه بدات تتكلم عنه يوم 25، يعني اذا بعدين بخمس ايام هي الصحافه ما اتكلمتش غير ما احنا اتحركنا في مصر ان احنا اتكلمنا. الصحافه والدنيا ما اتكلمتش غير بعد خمس ايام من الحادث. طيب الحادث كان يوم 20 مش يوم 25. طيب هل حضرتك يعني برضو الاول بس عرفنا بشقيقك القبطان الان الذي نتمنى ان شاء الله نطمئن عليه، تطمئنوا عليه ان شاء الله، حدثنا عنه يعني عن سنه عن هواياته، وهو في النهايه يعني قبطان مصري نعتز به جميعا، يعني عرف الناس به. يعني هو قبطان حسام خريج اكاديميه بحريه اسكندريه بوقيه، اشتغل على سفن لغايه ما اترقى لغايه ما بقي ربان سفينه وهو عنده 33 سنه ان شاء الله، يعني كان يعتبر اصغر ربان سفينه. بقى كتر شغله ومجهوده
فهو معه 3 عيال، معه بنتين ولد. احنا من ام قصور اسيوط، منفلوط اسيوط صعيد. هو قاعد في اسكندريه، ممكن في اسكندريه في العجمي. يعني انا، يعني انا لو قلت او حكيت مش هخلص عليه، يعني مش عارف. مقدرين والله يا استاذ محمد، مقدرين والله حالك. احنا بس حبينا نضع يعني الساده المشاهدين امام المعرفه عن قرب، وانت شقيقه ايضا. طيب قول لنا، يعني انت دلوقتي وانت موجود الان في تركيا ايضا تساهم في البحث عن شقيقك، يعني قول لنا يعني انت قابلت مين؟ يعني كلمت مين؟ هل هناك اتصال بالسفاره المصريه، الخارجيه المصريه؟ ايه التعاون اللي انت شفته من خلال الاجهزه المصريه؟ انا في الاول اشكر الاجهزه التركيه لان هم جايين بالبحث وشغالين على البحث لغايه دلوقتي، بس هم شغالين بحر. برضه اشكر الاستاذه نسرين تبع القنصليه المصريه، هي متواصله معايا، بس هم على اضوق حدود. يعني هي شغاله، هي جت قابلتني مرتين وخدت لي مقابله من رئيس غفر السواحل هنا، وقابلت انا وهي. بس دي تقارير، هم شغالين تقارير. بس انا يعني انا طلبت منهم ان هم يتابعوا في المستشفيات، يشوفوا المستشفيات هنا، يشوفوا الاماكن الخمس محافظات اللي طلع على البحر الاسود. هم ما ردوش عليا في القصه دي، ما ردوش عليا حكايه المستشفيات. يعني فقط دور القنصليه حوالين متابعه سعادتك، انتوا عملتم ايه، وصلتوا لحد فين، انما عمليا الاجراءات البحث انت شايف ان هم مش مشتركين فيها، فقط الجانب التركي المشترك فيها. هو الجانب التركي هم ما يتابعوا تقارير، هم بيتابعوا من الجانب من التركي التقارير. انا كنت منتظر حاجات منهم، انا كنت منتظر اولا يعني هم ينزلوا مندوب يتابع هو بنفسه القصه دي. انت قصدك على السفاره المصريه، انا فاهم صح؟ السفاره المصريه ينزلوا مندوب يتابع القصه دي، ينزلوا محامي من حضرتهم من السفاره يتابع التحقيقات اللي لما تحصل. يعني اديلهم ادينا 15 يوم في تحقيقات مع الناس اللي كانت نجت من القصه دي. فبرضه ما فيش محامين، ما فيش، يعني هم يستنوا تقارير. استاذ محمد، افهم من كلام حضرتك انه كل الطاقم المصري ما زال في تركيا حتى هذه اللحظه؟ كل الطاقم المصري كله ما زال في تركيا، لان في ناس مصابه اصابات شديده. كم شخص فيهم في المستشفى وكم فيهم في الخارج المستشفى؟ هم في 5 خارج المستشفى، واللي توفى محمد القاسم ربنا يرحمه. الله يرحمه يا رب. والباقيين في المستشفيات. طيب المستشفيات حالتهم عامله ازاي؟ يعني هم في حالات مستقره وفي حالات تعبانه شويه. كام وكام؟ يعني هم بدأ الحمد لله يتحسن، ومعظمهم ما فيش غير واحد اسمه وليد، هو يعني اللي تعبان شويه. اسمه وليد ايه وتعبان ازاي؟ لا، هو درس الحريق عنده الدرجه الثانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. وكان بيشتغل ايه وليد؟ يعني ملاح ولا؟ لا انا ما اعرفش والله، انا يعني انا متابع معهم هنا لانهم برضو. طب وهل اسره وليد متابعه؟ في حد وصل، اخوه وصل. تمام، هل انتوا مع بعض كاسره؟ لا يعني هو في كل واحد، المشكله ان كلنا كله يعني كل جماعه بلد. يعني وليد ده في مكان اسمه بصره. في هنا في 3 هنا في سامسون. ايوه. وفي واحد في انقره. طب ما فكرتوش تتقابلوا مع بعض وتتكلموا وتشتغلوا مع بعض بحيث ان انتوا تبقوا يعني الحالات اللي جوا دي ما سمحاش، كانت الاصابات دي لسه هم بداوا واحد واحد بدا يفوق. يعني هم متوزعين على مستشفيات مختلفه مش على مستشفى واحد. ايوه كلهم متوزعين، كانوا في الاول في سنوب وبعد كده جابوهم سامسون وبعد كده بداوا يوزعوهم. تمام. طيب العلاج، حاله العلاج الصحي مستواها عامل ايه او انت شايف ايه؟ والله هل في احتياجات لما اسمع منهم يعني ان الحالات كويسه، بس هم كانوا منتظرين انهم يودوهم مستشفيات خاصه لان فيهم حالات تعبانه. طيب بالنسبه بقى للشركه المالكه للسفينه، في اي تفاعل مادي؟ لا، هو الشركه المالكه ما يعني للاسف هنا مش عارفين. احنا كان المفروض محامي يحضر عشان يجيب حقوق الناس دي كلها. تمام، هي الشركه المالكه ايه؟ مش شركه مصريه؟ لا مش شركة مصرية، الشركة المالكة دي شركة ألبانية. ألبانية.
المغلقة. يعني هي تبع الشركة أساسها ناس صحباتها ألباب مع الشركة من تركيا من هنا. طيب أستاذ محمد، يعني برضو عايز أرجع مرة أخرى للقبطان حسام ثابت أخو حضرتك، عايزين نعرف يعني هي الآن يعني ماذا يتم الآن؟ هل لا زال البحث جاري؟ هل هناك حضرتك أنت متابع البحث الآن؟ أنت قلت الحقيقة السفارة بتاخد تقارير فقط، إنما ليس لهم يد في المتابعة الأرضية أو البحرية. قول لنا الآن الحاصل إيه بعد أسبوعين الآن من تفجير الأمر في الصحافة أو من يوم 20/12 حتى الآن، إيه اللي بيحصل الآن؟ ووصلتم لأي معلومات حوالين القبطان حسام؟ والله يا فندم احنا اللي وصلنا له ان هم ان هو وقع، يعني رمى نفسه من السفينه قبل الحريق ما يقف او اي حاجه بثلاثة كيلو. بس السفاره دلوقتي اما تتابع تقارير، انا ما اكلمهم كل يوم، حضرتكم وصلتوا لي التقرير جانا كذا ان هم لسه البحث شغال. طب ما حضرتكم احنا عايزين حد ينزل يتابع في القصه دي، يشوف هو في بحث مستمر ولا مش بحث، ما فيش بحث من الاساس. يعني انا برضو انا مش فاهم هو في بحث جوا في البحر ولا ما فيش. نعم. طب ما فيش اي مسؤول مصري يا استاذ محمد تواصل معكم كاسره سواء من داخل مصر او من خارج مصر؟ يعني شفتوا حضرتك؟ لا للاسف. ما فيش للاسف خالص. لم يتواصل معكم اي مسؤول مصري حتى الان؟ احنا حدنا يعني احنا البلد عندنا نشهد اعضاء مجلس الشعب اللي عندنا انهم يتكلموا، يتكلم وزير الخارجيه، يتكلم وزيره الهجره، انهم يتدخلوا، ما فيش خالص للاسف. يعني عندنا اعضاء مجلس الشعب مش من هنا. انا مش عارف هم مستنيين حضرتك ايه عشان يتدخلوا. طب قول لنا يا استاذ محمد، قول لنا الان وانت عبر الشارع المصري الان، اعتقد يعني مصر بتشوفك الآن وأيضا المسؤولين المتابعين في الوزارات بشكل جيد، قول لنا أنت عايز إيه؟ يعني برضو وصل طلباتك للمسؤولين، وصل طلباتك للمصريين، قول لنا أنت الآن عايز إيه؟ أي دعم، أي مساندة، الموقف الآن بحيث نقدر الكل يقدر يقف معاك في هذا المصاب الأليم. حضرتك أنا أول مرة تحصل ممكن في قناة حضرتكم أن أنا أطلب مناشدة من رئيس الجمهورية. اعتبره ابنك، اعتبره يعني هو مواطن عندك، اعتبره ابنك، اعتبره ولدك، اعتبره اي حاجه. بس ريحنا، قول لنا ايه اللي حصل له. يعني احنا عايزين تدخل اكتر من كده. انا بكلم برضه وزاره الخارجيه، لازم تتدخل. نعرف مصير ابننا فين. ربنا يطمنكم عليه يا استاذ محمد. ربنا يطمنكم عليه يا استاذ محمد. استاذ محمد طبعا انت عارف كويس انه قناه الشرق مفتوحه لحضرتك ولكل المصريين في اي وقت لاي رسالة تحب توصلها حتى للخصومنا السياسيين. في النهاية رئيس الجمهورية ده دور ووظيفة أساسية، وانت مواطن مصري تستحق انت وأخو حضرتك القبطان المصري مزيد من الاهتمام. ومع آخر سؤال بس، هل قابلت السفير المصري في أي لحظة من اللحظات؟ لا أنا ما قابلتش غير مندوبة من السفارة، هي الأستاذة نسرين فقط، ومشكورة على مجهودها برضه. ربنا يكون في عونها ويعوننا جميعا. ربنا طبعا ممكن طلب؟ تفضل. معلش انا برضو بطلب من الناس انهم يدعوا له طبعا ويدعوا له. طلبك كمل. ويدعوا لوالدته. ربنا يصبرك يا استاذ محمد، يصبر والدته ويصبركم، وربنا طيب قلوبكم، وربنا ان شاء الله يبشركم بخبر طيب ان شاء الله، وان يعود القبطان حسام ليكم في احضانكم مره اخرى، ولا يزال الامل في الله قائم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. نشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد ثابت شقيق القبطان المفقود حسام ثابت. نتمنى ان شاء الله اخبار طيبه الفتره القادمه. شكرا جزيلا لك. شكرا استاذ محمد.